بسم الله، هنبدأ نشوف مع بعض إن شاء الله إزاي نقدر نكريت ونرن أول فايل لينا بالكوتلين من خلال برنامج الأيديا. هنفتح كده ستارت وندوس نكتب كلمة أيديا عشان يفتح البرنامج. لو طلع لنا البرنامج أي برايفسي بوليسي أكسبت على طول، وأي سيتنج في الأول كده إيه أكسبت على طول لو طلعت لك. من هنا دي الشاشة المبدئية اللي تطلع لنا بتاعة الأيديا. أنا بس هخش على الكونفجريشن وأحاول أظبط السيتنج عشان بس اكبر خط كتابة الكود عشان يبقى معانا واضح. دخلت من اديتور واخش على فونت، كبر الخط بتاعك زي ما انت عايز، او اختار الايه واختار نوع الخط او الفونت اللي انت عاوزه. بعد كده دوس على اوكي. هنبدأ نكرييت اول بروجكت، هدوس على كرييت نيو بروجكت. وبعد كده طبعا لو عمل لودنج لاي تمبلت سيبه. طبعا في بعد ما يلود كله هتلاقي عندك في انواع كتير، في جافا، جافا اف اكس، اندرويد، كوتلين. لا احنا نختار جافا، خدوا بالكم من الاختيار. وبعد كده نختار كوتلين على جافا فيرتشوال ماشين وادوس على نيكست. اول ما هدوس على نيكست هيطلب مني اسم البروجكت. البروجكت بيبقى حاجه كبيره وبيبقى فيه مجموعه من الملفات، فانا هعمل بروجكت واحطه جوه مجموعه من الملفات بتاعتنا. فانا هعمل البروجكت ده باسم كوتلين لانجوج يعني، وهندوس على فينيش عشان نبدا نحط فيه شويه اكزامبلز بتعلمنا لغه الكوتلين. هيلود لو طلع لك التب بتاعت مش عارف ايه سيبك منها، لكن ادي عندنا دي الاستراكشر بتاعه البروجكت. في الاستراكشر بتاعه البروجكت هتلاقي فيه كوتلين لانج ده اسم البروجكت، وفي دوت ايديا ده فولدر موجود فيه بقى حاجات كود ستايل ولايبرز وشويه ملفات اكس ام ال. سيبك منها ما تلعبش فيها، ده حاجات خاصه بالايديا. وفي عندك فولدر اسمه اس ار سي، الفولدر ده هو بقى اللي بنحط فيه الاكواد بتاعتنا. اعمل عليه كليك يمين واختار من نيو واختار كوتلين فايل او فايل او كلاس. هيقول لك اسم الفايل ده ايه، هنسميه مع بعضينا اكزامبل 1. وبعد كده هندوس على اوكي عشان يبدا يكريت لي الفايل. طبعا الفايل ده بياخد اكستنشن او امتداد دوت كي تي من كلمه كوتلين يعني. تمام، الكومنتس التعليقات اللي موجوده في الكوتلين زي كل لغات 2 سلاش، وبعد كده هكتب ايه اي تعليق. فيرست فانكشن ان ايه ان كوتلين. في عندنا الفانكشن بتبدا بكلمه فان، دي مكان كلمه فانكشن. الاسم مين، وهنتكلم عليها ليه مين دلوقتي. بتاخد ارجس، دي الارجمنتس او البارامتر اللي ممكن تبعت للمين. وكولون، ونحدد النوع بتاعها ان هي اري، بس اري الخانات اللي داخليه عباره عن سترنج. وافتح القوس الكيرلي براكتس تحت وفوق، وهكتب فيه برنت لاين هقول له ويلكم تو كوتلين. ما تقلقش ان الكود دوت محتاج ان هو يتوضح، لكن بس هنشوف ازاي نشغل. هتلاقي فيه سهم يطلع لك كده ايه على الشمال كده، دوس عليه واختار ران اكزامبل 1.kt. اول ما هترنه هتلاقي البرنامج عندك تحت بيعمل بيلد، وبعد ما بيعمل بيلد هيبدا ياخد ثواني بسيطه على ما يرن ويبدا يشغل معاك الايه، يبدا يشغل معاك الفايل. الكود اللي احنا كتبناه دوت ليه شويه شرح محتاجين نتكلم عنهم، بس خد بالك الجافا هي اللي قومت لي وكبت لي في الاخر ويلكم تو كوتلين. كويس جدا. الكود ده محتاجين نتكلم عليه شويه. ليه كلمه فان ومين والكلام ده كله؟ نخش مع بعضينا نتكلم شويه عن الكود. فان، مين، ارجس، وكولون، واري، وسترنج، وبرنت لاين لي ويلكم تو كوتلين. اولا كلمه فان هي بديل كلمه فانكشن عشان اعرف كلمه فانكشن بس مش اكتر. احنا بنستخدم فانكشن واحده بس في الكود بتاعنا كله اسمها مين، لان هي دي بالنسبه له بتبقى حاجه اسمها الانتري بوينت. البرنامج لما يجي بيقوم بيدور فين المين، فين المين، المين اهي، ويبدا منها يرن الايه، يرن البروجكت بتاعك. المين دي بتاخد ارجمنتس يعني تبعت لها بارامتر عباره عن اري. الارجمنت دوت بيقدر يبعت لها طبعا اي سترنج زي ما انا ايه زي ما انا عايزه. ده باي ديفولت بيبقى موجود ليك عشان لو انت عايز تبعت اي انبوت اول ما المشروع يبدا بتاعك يقوم، لان دي بتاعه الايه المين. بعد كده انت حر براحتك. الحاجه الثانيه في الكود اللي احنا عايزين نتكلم فيه دوت، ان الفاريبل نيم هو ارجس، وبعد كده كولون النوع. دايما ماشيه كده معانا الكود الفاريبل وبعد كده كولون والنوع. فانا الارجمنتس بتاعتنا ديت الفاريبل وبعديها الاري ده النوع بتاعك، والكولون هو الفاصل. الفانكشن بادي بتاعتك بتبدا طبعا بالكيرلي براكتس وبتنتهي بالكيرلي براكتس برضو المقفوله. الكومبايلر بتاع الكوتلين خدوا بالكم احنا ما حطيناش بعد اخر في برنت لاين، ما حطيناش السيمي كولون. لو حطينا السيمي كولون في الاخر او ما حطيناش في السيمي كولون في الاخر، الكوتلين بيعديها وما بيبقاش عنده مشكله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.